نعم. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. رجل علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه يا شيخ؟ أو لم يفعل، أنه لم يأكل من طعام أبيه، فهل يكون ذلك من العقوق؟ نعم. الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام، إن كان حراما بعينه، بمعنى أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص، فلا يجوز أن يأكله. يعني لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل ولا تجب دعوته. أما إذا كان الحرام من كسبه، يعني أنه هو مثلا يرابي أو يعامل بالغش أو ما أشبه ذلك، فكل، والإثم عليه هو. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من مال اليهود، وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت. أهدت إليه يهودية شاة في خيبر مسمومة ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجل مسمى. دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل. اشترى من يهودي طعاما لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل ولا إثم على والده. نعم.